اصنع أزمة وبعدين وفر لها حل، ودي واحدة من الاستراتيجيات اللي بتحكم التحكم في الشعوب اللي اتكلم عنهم المفكر نعوم تشومسكي. اعمل أزمة وبعدين خش انت حل. تقريبا السيسي بيعمل نفس الاستراتيجية دي طول العشر سنين اللي فاتوا، من لبن الأطفال لغاية الفراخ البرازيلي، السمك الروسي، الزيت، وصولا إلى اللحمة اللي جاية من تشاد اللي جاية في وقت سعر اللحمة فيه وصل لغاية 300 جنيه. تخيل بقى لما اللحمة يوصل سعرها 300 جنيه وبعدين تبيعها لهم ب 150، أكيد هتفرح. أهو سعر الكيلو وصل 300 جنيه، كيلو اللحمة 300 جنيه. الحل المرة دي جاي من تشاد، وبقينا نعمل حفلات وانتصارات وهمية عشان عرفنا نجيب لحمة من بره. المشهد هنا هو دخول اللحمة بتاع تشاد لمصر برعاية حزب العسكريين المقرب للسيسي، حزب اسمه مستقبل وطن. التغريدة هي: مصر تستقبل أول شحنات اللحوم المبردة من تشاد بوزن 55 طن، ستباع للمواطنين بسعر 145 جنيه كيلو برعاية حزب حماة وطن. يعني فأنت هتلاقي اللحمة رخصت. السؤال الأولاني معلش، يعني هو من إمتى حزب بيستورد لحمة؟ يعني نفهم إن الشركة بتستورد لحمة مصنع، إنما حزب يستورد لحمة؟ الحزب رخصته فيها إنه يورد ويستورد؟ طيب من إمتى؟ ومين بقى حزب حماة وطن اللي بيتصدر المشهد عشان يبان كمنقذ للمصريين؟ تعالوا نفكركم إن إحنا اتكلمنا عن الحزب ده في أغسطس اللي فات، شهر أغسطس اللي فات. نسمع كده: انضمام ضخم للحزب من قادة عسكريين، هل يتصدى حماة الوطن العمل السياسي في مصر؟ حلو جدا، حلو جدا. مسؤول سابق بجهاز سيادي قال في اتصال هاتفي مع عربي بوست أن هناك تهافتا من المئات على الالتحاق بحزب حماة الوطن بالفعل في الأسابيع الأخيرة، بل أن لديه معلومات موثقة بأن هناك العشرات من أعضاء الأحزاب المصرية الأخرى ومنها مستقبل وطن ألغوا عضويتهم في تلك الأحزاب من أجل الانضمام إلى الحزب الذي يمكن وصفه بأنه ممثل القوات المسلحة في العملية السياسية في مصر. مين بقى اللواء فؤاد عرفة وإيه علاقته بالسيسي؟ نروح لسنة 2014. اللواء فؤاد عرف رئيس قسم المعلومات والتغذية السابق لبلدنا اليوم العمل المخابراتي جمعني بالسيسي مرتين. اهلا اهلا. يعني احنا في اغسطس اللي فات قلنا لكم مين هو حزب مستقبل او حماة وطن، وقلنا لكم مين هو اللواء فؤاد عبد العزيز عرفة الشهير باللواء فؤاد عرفة وقتها اللي هو كان بيشتغل في المخابرات العسكرية، كان السيسي رائد وهو عميد في المخابرات العسكرية. فعرفت مين الحزب اللي دلوقتي، عرفنا مين هو الحزب اللي بيستورد لحمة، لكن مش عارفين بقى مين اللي أهل الحزب انه يستورد لحمة. السؤال التاني بقى هو الحزب السياسي ده، وده المهم، جاب الدولارات منين؟ اذا كان النادي الاهلي على مدار الاسابيع اللي فات كان بيعاني من نقص الدولار ومش عارف يقبض الناس، اهو ثورة غضب في الاهلي، الاهلي يعاني من ازمة سيولة. رئيس لجنة الانتاج الحيواني في الحزب قال لك احنا اشترينا الدولار من السوق السوداء عشان ندفع لمصر الطيران. ما هو مش بس يدفع مصر الطيران، ويدفع لتشاد وعشان نعرف ندي اللحمة، وكله طبعا على حساب الزبون. ده اللي خلى حماة وطن يزود سعر الكيلو 5 جنيه. رئيس لجنة الانتاج الحيواني بحماة وطن قال لك اهو محمد جمال يقول بمداخلة متلفزة ان شركة مصر الطيران فرضت عليهم الدفع بالدولار لشحن اللحوم من تشاد، مما اضطرهم لشرائه من السوق السوداء وزيادة كيلو اللحمة 5 جنيه. ايه ده؟ ايوه والله، لان مصر الطيران خلاص يعني عملت حاجات دي بفلوس بالدولار او باليورو.
حلو قوي. يعني حضرتك دفعت لمصر للطيران ثمن الطيارات دي بالدولار، ودفعت لتشاد بالدولار او باليورو. يعني اللحمه كانت ب 140، حضرتك عملتها ب 145 عشان انت نزلت تشتري دولار من السوق السوداء. طب الدولار والسوق السوداء وصل لكام؟ ل 39، بيقولوا 36 و 38 و 39 36. طب ازاي؟ اما ان اللحمه دي تكرار للشغل توفيق عبد الحي ايام السادات لما كان بيجيب فراخ فاسدة، او ان اللحمه دي سعرها رخيص قوي، او اما ان الموضوع فيه ان، خاصه لما تلاقي احتفال وزاره التموين بوصول اللحمه بتاعه حماه وطن من تشاد، وقال لك يا جماعه دي لحمه رخيصه قوي وجودتها حلوه قوي، رئيس قطاع التجاره. الله، ما تشترسلكم على بر رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين يقول ان جوده اللحمه التشاديه عاليه جدا. طب وانتوا اللي استوردتوها ولا وقريبه من المصريه وسعرها يبدا من 130 جنيه، مش كانت 145؟ اه يا جماعه في ايه؟ هي اللحمه دي ده في حاجات، ده في فته يا بيه اغرف لك. اه ده انا هقول لك دلوقتي، ده انا هقول لك ده في فته. امال ايه؟ ده انت اولا ما تعرفش، اول مره نسمع عن حزب بيستورد، دي جديده. لحمه بقى ليه في مواعين مش مهم، حزب بيستورد دي جديده جدا. ده واحد. اتنين، انت ما تعرفش، سوري، هو اللي استورد الحزب امال ايه دخل وزاره التموين؟ ما تعرفش. ثلاثه، الحزب جاب الدولارات منين؟ قال لك من السوق السوداء. يا راجل اشتريت الدولار ب 36 جنيه من السوق السوداء او ب 37 38 وهتفضل تشتري كده من السوق السوداء؟ قال لك اه. طيب اربعه، هو اللحمه الكيلو ب 148 او 145 ولا ب 130 زي ما قالت وزاره التموين؟ خمسه بقى الكبيره بقى، سوري، هو معلش، هو كان في كلام كده طرافيش كلام سمعناه من تشاد، ان انتوا ان مستقبل وطن بيعمل استثمار حيواني في تشاد. ليه؟ وان هذه اللحوم اللي جايه دي جايه نتيجه استثمار حيواني عامله حزب مستقبل حماه وطن في تشاد. طب ازاي؟ يعني لحق يجيب عجول ويربيها وتبقى لباني وتكبر ويذبحها ويجيبها بسرعه قوي كده؟ ايه ده، احنا في زمن الذره. يعني حطيت العجول اسبوعين كبرت ما شاء الله، ذبحتوها وجبتوها. وبعدين لما انت هتستثمر في العجول، يعني تشتري عجول حيه، طب ما عندنا مصر، ليه حماه وطن رايح تشاد بلاش؟ طب ما عندنا السودان، دي قريبه جدا السودان، والله ده السودان اقرب لنا من تشاد، ليه رايح تشاد؟ يعني عندك مصر وعندك السودان، ليه رايح تشاد؟ ففي فته، في بزراميط حاصل كبير قوي. اعلام النظام كمان عمل، اول ما اعلام النظام يفرح بحاجه ويهللها تحسس اي حاجه بقى. هو الراجل بتاع المانيا قال لك تحسس مسدسي، عندما اسمع كلمه ثقافه اتحسس مسدسي. انت بقى انت تحسس اي حاجه، ما عندكش مسدس. فطلع يوسف الحسيني بتاع الدولار يغني على نغمه واحده، يعيش مولانا وبطيخ مولانا. اهو اطلع بيوسف دولار، اطلع اطلع. ده كمان عندي لجنه للمتابعه وكل حاجه علشان خاطر ابقى انا شايف ان اللحمه بالمظبوط، المرعى بتاعها سليم، الدبح بتاعها سليم، التبريد بتاعها سليم، عمليه النقل المبرد بتاعتها سليمه الى اخره. طيب هيبقى في عندي 3 رحلات اسبوعي، كل رحله تقريبا حوالي 55 طن من اللحوم المبرده. طيب قد ايه كده 12 رحله شهري؟ كميات مستهدفه تتراوح ما بين 660 ل 800 طن كل شهر تدخل للبلاد. سيبك من ان يوسف الحقيقه فائد الاهليه وفائد الوسامه وفائد الكاريزما، انما كمان فائد المعلومات. طب قول لنا يا يوسف، 600 طن شهريا هيجيبها فلوسها منين؟ وبعدين يوسف قال جمله هنا بصراحه كان لازم نقف عندها شويه. ارجع كده يا علي، ارجع كده يا علي، معلش. يوسف قال ايه؟ قال جمله مهمه من اول الفيديو، ارجع كده يا علي اتفضل. المتابعة وكل حاجة علشان خاطر أبقى انا شايف ان اللحمة بالمظبوط، المرعى بتاعها سليم، الدبح بتاعها سليم، التبريد بتاعها سليم، عملية النقل بس.
عملية النقل المبرد بتاعها سليمة. حلوة قوي يا يوسف. انت مين اللي بيلبسك اصلا؟ ده بيلبسك في حيطة. خلينا نشوف بقى عملية النقل المبرد بتاع الشحنة دي كانت عاملة ازاي كده. خش على الصور، خش على الصور. اهلا 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 اهلا. بص بقى حضرات، بص حضرات بقى، بص 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 اتفرج وشوف. لحمة متربطة. لا سيبك من الأساتذة معلش، الأخ بتاع تشاد، خلينا في اللحمة. بص اللحمة، بص اللحمة، بص وصلي. بص لحمة جاية ايه بقى، لا متجلدة ولا متبردة ولا حاجة. وبعدين ما نقول ايه، دي لحمة وقعت من القطر، دي لحمة وقعت من القطر. يلا بقى هاتلي بقى جوه الطيارة، عشان بس هيقولك ايه، اصل دي بره الطيارة لما كانوا المشرفين بتوع الجمارك وبتوع الطب البيطري كانوا بيشوفوها. حقك حقك يا ابو كمال، حقها كده بيشوفوها. لا جوه الطيارة بقى، انت هتلاقي في صور انا عرضتها النهاردة على قناتي على اليوتيوب، صور جوه الطيارة. يا عم جوه الطيارة اهدى بس، جوه الطيارة نفس القصة دي بالظبط، نفس الليلة الزرقاء دي. تخيل دي لحمة جاية 4 ساعات نقل، ده غير بقى وجودها في المطار، يعني دخلت في حوالي 12 13 14 ساعة كده. دي تبقى عاملة ازاي؟ فأول ما إعلام النظام يهلل لشيء اعلم أنه فاسد، والله خدها مني كده، أول ما إعلام النظام على رأسهم الواد يوسف بتاع الدولار، أنت شفت يوسف نفسه لما قال لك الدولار لن يرتقي، الدولار النهارده وصل 36 و37، ده يوسف حسيني. أول ما تطلع لميس إذا كان الغراب بشير قوم فأنذرهم بالخراب.